زي ما كنا بنتحدث مع حضراتكم منذ قليل عن جماليات اللغة العربية. اللي بيقرأ مننا الشعر الجاهلي واللغة العربية بيتوقع أن يكون كل عربي هو شاعر. هي لغة بتفيض بالكثير من الكلمات اللي بتحمل إبداعات وجماليات لا حصر لها. ليه بنتغنى دايماً بجمال اللغة العربية؟ إيه اللي حققته هذه اللغة حتى تصبح بهذا الجمال وهذا الانتشار؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر بيسعدنا أن يكون معنا في استوديو هذا الصباح دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير أستاذ باسم. صباح الخير أستاذ أمل. صباح نور. منورنا يا دكتور. أهلا بيك. صباح الخير. وإحنا بنتحدث. صباح الخير على جميع المشاهدين. صباح النور على حضرتك وعلى يعني نبدأ خلينا على طول من جماليات اللغة العربية وهو موضوع الحلقة أو هذه الفقرة النهاردة. هذه الجماليات حضرتك بتقرأها إزاي وبتشوفها في إيه يا دكتور؟ حقيقة أستاذ باسم يمكن هذا السؤال سؤال عظيم جدا جدا للإجابة عنه لا أستطيع أن أدخل من أي باب، لأن الإجابة على هذا السؤال أو عن هذا السؤال إجابة تحتاج إلى بحر من المعلومات وبحر من المنافذ التي تدخل إلى إطار اللغة العربية الذي ليس له منتهى. لكن حينما ننظر إلى اللغة العربية ونجد هذا الثبات في هذه الجماليات ليس في من عصر صدر الإسلام وإنما من قبل الهجرة مثلا ب1500 عام، منذ أن قرأنا معلقة امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدكول فحوملي وغيرها من المعلقات وغير هذه المعلقات الشعر عامة من العصر الجاهلي، ونحن نستطيع أن نجد هذه الجماليات وهذا السحر البديع الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحر. فعلا اللغة العربية ساحرة. العقاد يقول عنها اللغة الشاعرة لما لها من موسيقية، لما لها من جماليات، لما لها من خيال، لما لها من أشياء كثيرة جدا. يمكن خلال الحلقة وإحنا نتحدث سنأتي بكثير من هذه الجماليات وما تمتاز به عن غيرها من اللغات الأخرى. تمام. طيب دكتور، كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل كنت بسألك عن تطوير استخدام اللغة العربية في فن التراث الغنائي تحديدا، لأنه الأقرب للناس في الشارع. كنا بنتكلم عن مثلا مرحلة زي مرحلة السيدة أم كلثوم لما قررت أن هي تعيد استخدام اللغة العربية ولكن بشكل يفهمه السميع زي ما هي قالت. دلوقتي أيضا في تبسيط إلى حد كبير في استخدام اللغة العربية. كنت برضه لا تبسيط ولا ما هو ده بقى السؤال. هل شايف ان حضرتك ده تطويع للغه العربيه وفقا لمقتضيات العصر ولا حاجه ثانيه؟ لا، اللغه العربيه وفقا لمقتضيات العصر تصلح لكل زمان ومكان. كويس. واللغه العربيه منذ نشاتها من قبل العصر الجاهلي او من قبل عصر الرساله ب1500 عام منذ مبتداها، ولها جذور نستطيع من خلال هذه الجذور ان ناتي بالمشتقات المختلفه التي تتناسب مع العصر. واللغة العربية عباءة فضفاضة تستوعب تحتها كل ما يدخل إليها من لغات أخرى ومن مستحدثات ومكتشفات. لكن حينما ننسج من هذه اللغة بعض العبارات وبعض الكلمات التي يتغنى بها البعض وهي ليست من أي لغة من لغات الأرض، وإنما هي حروف مجمعة ليس لها معنى، وإنما هي يعني لا أستطيع أن أعطي لها أي مدلول أو أي لفظ أو أي مفردة ممكن تأتيني في ذاكرتي عن مسمى هذه الكلمات. هذه دخيلة على اللغة، بل هي سموم في إطار ليس اللغة العربية فقط وإنما كل لغات العالم التي تندرج تحتها مثل هذه المفردات ليس لها أي أساس، لا جذر لغوي ولا مشتق ولا نحت ولا أي يعني شيء. يعني إحنا اللي بإيدينا مش عايز أقول نسيء، ولكن لا، مفسدة. هذه مفسدة للغة العربية. هذه مفسدة لأي لغة حينما تدخل إليها ألفاظ عبارة عن حروف متركبة فيما بينها ليس لها أي انسجام وليس لها أي معنى وليس لها أي هدف إلا التضليل. فهذه ليس بغناء وليس بكلمات وليس بلغة على الإطلاق. طيب خلينا من خلال اللي حضرتك بتقوله نستوضح منك، هل اختلفت جماليات اللغة العربية على مر العصور؟ يعني إذا كنا بنتحدث عن الشعر الجاهلي وصولا إلى الشعر المعاصر، هل اختلفت الجماليات باختلاف العصور المختلفة يا دكتور؟
هذا يسوقنا إلى أن نتساءل ما الجماليات التي توجد في اللغة العربية. بالضبط. الجماليات التي توجد في اللغة العربية ولا توجد في لغات أخرى، الإفصاح، الإبانة. فاللغة العربية قرنت بالإيضاح، بالإفصاح، بالإبانة، على عكس اللغات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، اللغة العربية فيها الترادف ولا يوجد في اللغات الأخرى. الكلمة أو المعنى الواحد نستطيع أن نأتي من يعني لهذا المعنى بأكثر من كلمة. نقول الحب، العشق، الهيام، الشغف، الشعف، وهكذا. قص عليها كلمات أخرى كثيرة، وهذه إن كانت كل كلمة تعطي طاقة من المعنى تختلف عن الكلمة الأخرى، إلا أن في النهاية هذه كلها تشير إلى ما يسمى مثل حب. فهي تشير إلى هذا المعنى. بالإضافة أيضا إلى أن اللغة العربية فيها ما ليس في اللغات الأخرى، وهي الكلمة التي تحتوي تحتها مضامين مختلفة. كلمة ضرب مثلا، ضرب زيد عمرو مثلا، يبقى عاقبه مثلا، ضرب الله مثلا، هذه يعني أعطى أو ذكر. بالضبط. ضرب الله موعدا، ضرب العملة، صك العملة. إذن هذه كلمة ضرب، ولكنها أتت بكثير من المعاني المختلفة. يعني ممكن هنا التفرد اللي حضرتك تقصده يا دكتور، يعني أكثر من وجود مرادفات بعض اللغات الأخرى. هذه ليست أيضاً في لغات أخرى، ما هذا هو التفرد فعلا. نعم. يعني أنا عندي ترادف، عندي إفصاح، عندي إبانة، عندي الكلمة تعطي أكثر من مدلول. حتى الكلمة حينما تشكل تعطي معاني أخرى. يعني حينما أتحدث عن عرض، غير عرض، غير عرض، وهي كلمة واحدة، وإنما التشكيل هو الذي أعطاني هذه المدلولات المختلفة. ائتوني بأي لغة من اللغات تعطيني مثل هذا الأمر، لا يمكن. نعم. إذن اللغة العربية في جمالية، هذا غير الأخيلة وهذا والخيال والصور التركيبية والصور البلاغية والبيانية. كل هذه الأمور تعطي جماليات للغة العربية، إن من البيان لسحر. طيب احنا يعني لما بنيجي بنشوف بعض الاجانب اللي بيجوا مصر علشان يدرسوا اللغه العربيه، يقول لك انا بدرسها لان هي لغه حلوه جدا، لغه فيها معاني كتير. هل ده معناه يا دكتور انه جماليات اللغه العربيه لا تقتصر فقط على المسامع العربيه؟ جماليات اللغه العربيه، اولا كل لغه فيها جماليات، وكل صاحب لسان يعشق لغته. صحيح. لكنه حينما يتبصر بلغه الاخر يعلم مقارنة بين لغته واللغة الآخر. ناهيك عن أنه يتعلم اللغة العربية فيجد فيها هذا البحر الزاخر من المعاني ومن الكلمات المختلفة، للدرجة التي جعلت حتى بعض المؤلفين يسمون كتبهم بما تحتويه اللغة من 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 مخزون لغوي. هذا الفيروزابادي يسمي كتابه القاموس، يعني البحر. القاموس المحيط، البحر الزاخر بالكلمات المختلفة. فهذه كلها تشير إلى ما في اللغة العربية. وحينما يأتي الأجنبي وينظر إلى مثل هذه، في أجانب بياخدوا من اللغة العربية يترجموها ليهم في كلماتهم، هم لما بيسافروا بلادهم تانية وبيتعلموا مثلا مثل شعبي أو يتعلموا لكنة معينة ينقلوا اللغة العربية أيضا لبلدهم. هذا بالفعل، وليس هذه في الوقت الحاضر، وإنما وجدوا بأن اللغة الإنجليزية بها ما يقرب من 10,000 كلمة من أصل عربي، والإيطالية والفرنسية والفرنسية والألمانية، الأسبانية فيها ما يقرب من 1,500 كلمة أصلها عربي. اللغة الألمانية فيها أكثر من 250 كلمة حصروها حاليا، في كلها من أصول عربية. وبالتالي فهذه اللغات كلها تأخذ من العربية وتنسجم معها في لغتهم بالضبط. صحيح. طيب لو تحدثنا مع حضرتك عن مصطلح جماليات اللغة العربية، لأن هذا المصطلح إحنا ممكن بنشوفه في صور كثيرة الآن، بنسمع عن مثلا جماليات القراءة والكتابة أيضا الشعرية والنصية والروائية والإخبارية وغيرها وغيرها. هل المصطلح نفسه، مصطلح الجماليات، مصطلح قديم أم إنه مصطلح ربما تطور مع مرور الزمن؟ جماليات اللغة العربية موجودة منذ نشأتها. ومن جماليات اللغة العربية أيضا أن جذورها منذ أن بدأت حتى وقتنا الحالي لم هي هي. وبالتالي فتجد بأن الطفل الصغير يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم،
يستطيع أن يقرأ نصا من النصوص القديمة، مما يدل على ثبات هذه الجذور اللغوية. من جمالياتها أيضا أن يعني هذا كسرى الفرس الملك حينما يعشق اللغة العربية ويجعل شاعر مثل الأعشى أن يتغنى أمامه باللغة العربية، خاصة أنه كان الأعشى كان يحاول بقدر المستطاع أن يمزج بين بعض المفردات في اللغة الفارسية مع اللغة العربية. ومن جمال اللغة العربية جعلت واحد مثل البيروني مثلا في القرن الرابع الهجري وهو يقول: لأن أهجى بالعربية أفضل عندي من أن أمدح بالفارسية. يعني بغض النظر عن المضمون، ولكن الأهم بالنسبة في اللغة العربية هي اللغة. هو اختار اللغة العربية لجمالياتها والمضمونها والتعدد معانيها والفخر بها، ولا لسبب تاني يا دكتور تفتكر؟ كل هذه مجموعة، يفتخر بلغته باللغة العربية، ثم هو موضوعي وممكن يكون يعلم لغات أخرى زي الفارسية، ولكنه حينما عقد المقارنة بين هذه اللغات وجد عشقه في محله في أن يعشق اللغة العربية ويجعلها بما فيها من جماليات ومفردات وأصول وجذور ومعاني ودلالات مختلفة جعلته. إذن هي خالدة، يعني ما الذي بقى يدعو لخلود هذه اللغة العربية؟ هي لغة طبعا ثمينة وقيمة، ولكن إحنا بنتحدث عن لغة ممكن تعتبر الوحيدة التي من آلاف السنين وستظل لآلاف السنين، وستظل طبعا إلى آلاف السنين، ملايين يعني إن شاء الله، طبعا ملايين السنين. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالفعل. بقاء اللغة العربية ببقاء القرآن الكريم، فالقرآن الكريم طالما خالد فاللغة العربية خالدة، وأهلها حينما يعشقونها ويتعاملون فيها ويحترمونها فثقي تمام الثقة بأن اللغة العربية ستكون خالدة. هي خالدة بما تحمله من جزالة الألفاظ، من 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 رونق الكلمات، من جذب للأسماع، من موسيقية، من مفردات مختلفة وترادفات مختلفة جعلت الشعراء يتمتعون بالمفردات المختلفة دي للإتيان بقافية الشعر والقصيدة والأوزان المختلفة. كل هذه الأمور تجعل للغة العربية خلودا إلى أبد الأبد. دكتور حسن، الحقيقة الحديث مع حضرتك كل أربعاء إن شاء الله يعني يدوم إن شاء الله. إن شاء الله. عن اللغة العربية وثرائها وموضوعاتها حديث لا ينقطع، وحديث مهم جدا ومفيد، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده وأكرر دائما أنه تدعيم اللغة العربية في التعليم وفي المدارس هو أساس مهم هذا جداً. العصر مهم وأساس جداً. هذه الأيام طبعاً. دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل، فقرة جديدة انتظرونا.